صلى الله عليه وسلم قال لي يا ابن مسعود قلت لك ما ينبغي لك أن تذهب إلى أن تجهل بالقرآن؟ قال يا رسول الله والله لو أذنت لي لعدت مرة ثانية. همة عالية عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينشروا هذا القرآن. نحن اليوم القرآن بأيدينا وهو غريب بيننا. كان رجل آخر مسيلم الكذاب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا ممكن آتيكم بالقرآن، فقال إن عندي ملك اسمه رحمن يأتيني بكتاب اسمه فرقان. قالوا له إذا أتل علينا مما تزعم أنه قرآن، فقال مسيلم الكذاب يا ضفدعة يا بنت ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكذبين ولا الشارب تمنعين. كلام طويل قاله هكذا، وكان يعارض القرآن الكريم. مما قاله؟ قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. وقال أيضا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فالآكلات أكلا فالمدبرات أمرا. قالوا له يا رجل هل عندك شيء آخر غير هذا الكلام السفيه؟ لا أحد استطاع أن يأتي بالقرآن الكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى كان يتلو قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو إلى ربه أن قومه سيهجرون القرآن الكريم. لما سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قالوا له ما معنى الهجر في هذه الآية؟ قال من قرأ القرآن، من لم يقرأ القرآن فقد هجر، ومن قرأ القرآن الكريم ولم يفهم معانيه فقد هجر، ومن فهم معانيه ولم يعمل بأحكامه فقد هجر، ومن مرض ولم يستشفي بالقرآن الكريم فقد هجر. لأن الإنسان إذا مرض بسرعة يذهب إلى الطبيب، وعلى المؤمن قبل أن يذهب إلى الطبيب كان عليه أن يطرق باب الطبيب الأعلى باب الله عز وجل. والقرآن الكريم صيدلية بامتياز، القرآن صيدلية للاستشفاء. ألم يقل ربنا عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ ألم يقل سبحانه فيه شفاء للناس؟ ألم يقل عز وجل ويشفي صدور قوم المؤمنين؟ فلهذا المؤمن إذا مرض عليه أن يستشفي بالقرآن الكريم. لن أطيل عليكم، معنا قراء طيبون مباركون. أريد فقط أن أختم بمشهد من مشاهد الجلسات القرآنية عند الله يوم القيامة. الله عز وجل يوم القيامة يكشف ستار الغيب ويحضر الناس، كل الناس في الجنة، كل عبد مؤمن حينما يدخل إلى الجنة يأتيه ملك، يأتيه برسالة مكتوب فيها من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. تصور معي أنت أخي المسلم، أنت وأنت وأنت، كلنا جميعا بإذن الله حينما تدخل الجنة، وطبعا في الجنة لكل عبد 70 قصرا، وفي كل قصر 70 جناح، وفي كل جناح 70 غرفة، وفي كل غرفة حورية من الحور العين في انتظارك. وأنت تتنعم من النعيم يأتيك ملك برسالة مساج مكتوب فيه من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. فالعبد المؤمن يسأل يقول للملك من الحي الذي لا يموت أعرفه هو الله، لأن الله عز وجل حي لا يموت، أول قبل الوجود آخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود أعرفه، فمن هو هذا الثاني إلى الحي الذي لا يموت؟ يقول لي أنت أيها العبد المؤمن لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، نحن ينتظرنا خلود أبدي في الجنة بإذن الله. فكيقول له بارك الله تعالى لمقابلة خاصة، الله عز وجل يتجلى بجلاله وكماله ويرفع ستار الغيب، وترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته.
فيدخل الناس إلى مقام سدرة المنتهى يرون الله عز وجل ويبقون محذقين في نور الله تعالى 5000 سنة. أنت عمرك 30 أو 40 وكتقول هذا العمر ضاع لي غير فيه والو، غير النظرة في نور الله تبقى 5000 سنة في جلال الله. الله تعالى غير جلسات طيبة من بينها أقول وأختم حتى لا أطيل عليكم، الله تعالى غير مأدبة قرآنية مثل هذه، مأدبة قرآنية غينادي على داود عليه السلام الذي أوتي مزامير، يقال بأن داود أوتي أكثر من 90 مزمار. غادي يقول لله عز وجل أتلو القرآن الكريم بصوتك يا داود. معلوم أن نبي الله داود أوتي الزبور، وكان لما يتلو الزبور كان الكل يخشع، حتى الحيتان في قاع البحر، حتى الوحوش في الغار، وحتى الجبال الصماء تتأثر. قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، أي رددي معه والطير. الله تعالى يقول لداود رتل القرآن ترتيلا، فيرتل داود عليه السلام كلام الله تعالى، وإذا بكل الحاضرين يتمايلون وهم يستمعون إلى كلام الله عز وجل يتلى بلسان داود عليه السلام الذي أوتي مزامير، مزامير داود أكثر من 90 مزمار. الكل يتمايل وهو يسمع تجويدا جميلا رائعا فائقا. فلما ينتهي يقول الله عز وجل يا محمد قم واتلو على الناس القرآن عليك أنزل، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ القرآن الكريم في مجلس مبارك مثل هذا، ولله المثل الأعلى. فيهب الله تعالى سيدنا محمد أكثر من مزامير داود، فلما يقرأ القرآن الكل يتمايل، وحتى الأرائك تتمايل، الكل يتمايل، الأواني تتمايل، الموائد تتمايل، الكل يتمايل من شدة جمال صوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. ثم يقول ربنا جل وعلا القرآن الكريم كلامي وأنا أحق من قرأ كلامه، فيقرأ الله جل وعلا كلامه. ما إن يبدأ الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم تخرج بصوت جميل شجي حتى يغمى على الجميع من جلال الله وكمال الله. فنحن أيها الأحباب تنتظرنا حياة طيبة مباركة، هذه الحياة هي مجرد ممر سريع يمضي، ما أمامنا هو حياة طيبة في الخلود الأبدي، وهي تجارة مع الله. ألا إن تجارة الله عالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لدخول الجنة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيام لياليه وختم القرآن الكريم. اللهم قونا على ختم كتابك العزيز، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اشرح صدورنا وأفئدتنا وحناجرنا وعقولنا وآذاننا لتلاوة القرآن الكريم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأترككم مع هذه الباقة الطيبة المباركة من القراء الأفاضل.